فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. نرجو توضيح الأدلة التي تدل على وجوب تغطية الوجه للمرأة. الأدلة من القرآن والسنة. إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، والحجاب هو ما يستر المرأة من ثوب أو جدار أو باب. وقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. الحجاب فيه منع لأذى الفساق، ما يطمعون بها، إذا تحجبت لا يطمع بها الفساق والمنافقون، وإذا كشفت طمع فيها الفساق والمنافقون. وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن معنى يدنين عليهن من جلابيبهن، فأخذ طرف ثوبه ووضعه على وجهه، بين أن هذا معناه غطاء الوجه. وعائشة رضي الله عنها تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. وهذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره لذلك. فالحجاب يا إخوان الله ذكر فيه فائدتين. الفائدة الأولى أنه طهارة للقلب، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. أي واحد من المسلمين ما يريد طهارة القلب أو المسلمات. فائدة الثانية أنه يمنع أذى المنافقين والفساق والطمع بها، إذا احتجبت ما يرون وجهها ويطمعون بها. ذلك أدنى أن يعرفن، يعني يعرفن بالعفة فلا يؤذينا، تنقطع أطماعهم بها. أما إذا رأوها كاشفة متبذلة طمعوا فيها وآذوها. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.